بسم الله الرحمن الرحيم. نهاركم طيب، على بركة الله. نفتح هذه الندوة اللي خصوها لمجلة الجماعات المحلية. نحب طبعا نرحب بكم زملائنا في المجلس، ممثلين المجتمع المدني والسيد كاتب الدولة والأساتذة اللي باش يشرفونا بإبداء رأيهم وتقديم تحاليلهم حول موضوع القانون اللي هو محل دراسة في لجنة تنظيم الإدارة. نحب بالخصوص قدم تحية خاصة للجنة، لجنة تنظيم الإدارة وقوات حامل السلاح ولرئيسها. وفي العادة ما نشكروش إنسان على قيامه بالواجب، لا شكر على الواجب، لكن اللجنة قامت بالواجب وتجاوزت، معناها يعني قامت بالعمل بتاعها بصفة متواصلة حتى في العطلة. في العطلة معناها اللجنة الناس كل مرتاحين واللجنة قاعدة تخدم. علاش شعورا منها بالواجب؟ أولا شعورا منها أن هالقانون هذا هو محل اهتمام كبير من طرف الرأي العام، وكم من آراء وكم من مقالات وكون من مدخلات في التلفزة تأكد على البطء، البطء في النظر في القانون هذا. هوني نحب نفتح قوس. المجلس عندما ينظر في القوانين ينظر فيها بتروية، ينظر فيها ولكن قبل ما يقرر النص نتاعها يتحدث مع كل من يهمه الأمر ويلم أكثر ما يمكن من الآراء باش القوانين اللي تخرج من المجلس تكون قابلة للتنفيذ، ولكن تكون زادة تأسس لشيء يعني دائم. القوانين هذه لازم تكون عندها الديمومة وعندها يعني. وموضوع القانون هذا نتاع الجماعات المحلية عنده سبب خاص، اهتمام الرأي العام به واهتمام الطبقة السياسية به، لأنه باش يغير النظام العام فيما يتعلق بالجهات، فيما يتعلق بالبلديات، فيما يتعلق بالأقلية، باش يبرز، باش يبين علاقة هالجماعات المحلية هذه. لأنه وقع إجادة، فما كانش عندنا الجهات وما كانش عندنا الأقاليم، هي حاجة جديدة. ثم هالمجموعات هذه المحلية بالطبع عندها علاقة كبيرة مع الدولة، والموضوع وجوهر الموضوع ومحل نقاش وحل جدل هو كيف يمكن، يعني ما هي نوع الصيلة اللي باش تربط هالجماعات المحلية بالدولة. فما تخوف لدى جزء كبير من الرأي العام أن التنظيم هذايا ينجم، إذا كان ما ناخذوش الاحتياطات اللازمة، ينجم يؤدي إلى تفكك الدولة، ينجم يؤدي إلى تشتت ولا تفتيت الشعور الوطني، الرابطة الوطنية بين التوانسة، لأن التوانسة هما جهات وهما عروش وهما ينتسبوا إلى فئات، ينتسبوا إلى أحزاب، عندهم رؤى،
لكن تواصل كل تجمعهم حاجة اسمها الدولة، الدولة اللي هي تمثل ما يربط بين مختلف التوانسة مهما كانت اختلافاتهم، يربط بيناتهم الوحدة نتاع الشعب التونسي، هي ممثلة في شخصية الدولة وفي وحدة الدولة. إذن موضوع ارتباط اللامركزية والتنظيم الجديد للجماعات المحلية هو مرتبط أساساً بوحدة الدولة وبمسؤولية الدولة. لما حال التخوفات هذه اللي هي مشروعة واللي يقعد أنا تعبير عليها كما قلنا في الصحافة وفي الجلسات الحوارية وحتى في وسط اللجنة، القانون أو لأن الدستور حددها، لأن الفصل 14 من الدستور يؤكد أن اللامركزية تكون في نطاق وفي احترام وحدة الدولة. الفصل هذا 14 هو عنصر أساسي لا يلزم نعتبروه، يلزم نتفكروه، يلزم ناخذوه بعين الاعتبار، هو على أساسه باش يقع وضع الترتيب أو الفصول اللي جات في مجلة الجماعات المحلية. لكن إلى جانب المجلة والنص متاع المجلة، فما قانون الإصدار، قانون الإصدار اللي فيه زاد كذلك ترتيب تركز على ضرورة التمعن، على ضرورة التمشي بهدوء، على ضرورة المتابعة، على ضرورة التقييم المستمر. والقانون هذا قانون الإصدار فيه شيء متصل بدور المجلس، يعطي للمجلس إمكانية المتابعة، إمكانية التقييم، فهو لا يكتفي في المجلس، مجلس نواب الشعب، لا يكتفي فقط بالنظر وفي والاستماع إلى تقارير اللي جينا من عند الحكومة أو جينا من عند مجلس الجماعات المحلية بعد ما يقع أحداثه. المجلس عنده الإمكانية باش يطلب من دائرة المحاسبات، محكمة المحاسبات، باش يعمل تقييم. إذن دورنا كمجلس دور مهم، وهذا ما يؤكد ضرورة أن عندما نتحدثوا وننظروا ونصادقوا على القانون هذا لازم يكون عن شعور بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا. نحن في هذا المجلس، مجلس نواب الشعب، عندنا مسؤولية تاريخية كبيرة مهمة في إرساء مختلف الهياكل والهيئات اللي جا بها الدستور، وفي إرساء اللامركزية. وهذا يا المسؤولية هذه التاريخية، يعني أن الشيء اللي باش نعملوه يجب يكون مبني على قواعد صحيحة، ويجب يكون قابل للاستمرار. مسألة الاستمرار، مسألة الدوام، هي عنصر أساسي اللي يلزمنا ننظره فيه، وما يلزمش معناها التسرع في القوانين. وهذا مرة أخرى نجاوب الناس اللي يراوا أن المجلس بطيء، مثلا مش بطء، مثلا هي شعور بالمسؤولية. احنا ناس شعارين بالمسؤولية بتاعنا، ما نجموش نخرجوا معناها القوانين بدون ما نكون واعين وبدون ما نقرب وجهات النظر، لأن في واقع الأمر شنو ولا فما أحزاب، وفما نظريات مختلفة، وفما برامج مختلفة، ودورنا أن نوجد النصوص اللي هي تجمع بين مختلف التوانسة مهما كانت مشاربهم ومهما كانت اتجاهاتهم السياسية. هذا هو السبب اللي يخلي، وأنه لابد من التأني، لابد من النظر بكل يعني هدوء في هالقوانين هذه، وخاصة القانون هذا اللي هو قانون مهم، ولا بش يركز جزء كبير من جمهورية الثانية، من تونس الجديدة، تونس اللي يلزم تبقى تونس ديمقراطية، تونس معناها دولة ديمقراطية، دولة عادلة، دولة تعمل على إدماج كل توانسة مهما كانت الجهات اللي ينتميوها، مهما كانت الفئات متاعهم. هذه الدولة اللي يلزمنا نصونوها، يلزمنا نحفظوها، يلزمنا ندعموها
من خلال مختلف القوانين وبالخصوص القانون هذا المتعلق بالمركزية. حيث أنا سعيد اليوم بوجودي معكم وبالاستماع خاصة إلى آراء الأساتذة المحترمين اللي شرفونا وكذلك إلى الخبراء وطبعا إلى نظرة السيد كاتب الدولة ونظرة الحكومة للموضوع هذا، وإن شاء الله من هالنقاش هذا اللي هو اليوم يجمع نواب من مجلس نواب الشعب ويجمع كذلك أساتذة ويجمع خبراء، والنواب اللي موجودين مش بكلهم من لجنة مجلس التنظيم الإدارة، ولكن فما زاد نواب أخرين، وأنا كان بودي يكون عدد متاع النواب من اللجان كان يكون أكبر شوية وأكثر شوية، لأن الموضوع اليوم هو موضوع مهم. لكن مسألة الحضور ومسألة المشاركة متاع النواب إن شاء الله يجيها وقتها ونتحدث فيها في مناسبة أخرى. اليوم نتمنى لكم النجاح في عملكم، ومرة أخرى نشكر الأساتذة اللي تفضلوا باش حضروا معنا اليوم باش يعني يحييوا ويحييوا النقاش والحوار داخل الجلسة، ومرة أخرى مرحبا بكم والشكر لكم.